انت عملت ميوت؟ عملت ايه يا محمد؟ ميوت شازا قول استارت فيديو. برضه سيبنا خلاص. السلام عليكم ورحمه الله. دكتور شازا عباس، اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور صالح، اهلا وسهلا. الصوت واضح يا جماعه؟ حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصوت واضح ممتاز، صوتك كمان واضح جدا دكتور صالح. السلام عليكم يا سهل. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. يا ظروف. السلام عليكم. حسن. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا ظروف؟ الحمد لله. ها باقي دقيقه ولا خلاص نبدا؟ سهل ازيك؟ معك سؤال. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. كيف ان شاء الله؟ كويسين. كيف الاحوال بعد اللوك داون ده؟ والله يخليه سايب، بس ربنا يسهل. اظن في دقيقه بروف او دقيقتين. الويت شويه. ايوه يا وانا داير اعمل بس تيك اتاكد انه شايفين باور بوينت. تمام. اها طلع عليكم الباور بوينت برزنتيشن. اي موجود. ايوه. اي ابتدى. ممتاز. خلاص ان شاء الله بعد شويه. عشان الناس نبدا في طيب محمد قسم بالله لما تكون تم قول لي الان. باقي دقيقه لكن بروف لو يعني بس يعني قصد ان كيس انه شويه كده ندي فرصه للناس لانه ربما نعم في مشكله كونكتيفيتي فعشان الخير يكون والمقدمة أكثر. والمقدمه مهمه جدا. اي صحيح صحيح يعني عشان الفائدة تكون كبيرة لو شوية كده بكون بيكون تمام إن شاء الله. الله نعم صحيح. طيب قبل ما الناس تجي وكذا ندردش في المصطلح ده اللي هو الواقع الجديد اللي هو the new reality أو the new normal. في رأيكم شنو هذا الواقع الجديد والنيو نورمال اللي هو حنبني عليه بقية المحاضرة يعني. فممكن نعمل تحمية أو warming up كذا مع الناس الموجودين في تعريف هذا الواقع الجديد. ما هو هذا الواقع الجديد اللي نحن بنحتاج نغير التعليم حقاً في الجامعات ليتلائم مع هذا الواقع الجديد؟ What is this new normal؟
ما هو الواقع الجديد أو الطبيعي الجديد؟ أنا باعتقادي أساتذة الأكارم، باعتقادي أن الواقع الجديد هو لا يتحدد على وفق معطيات التكنولوجيا والمعلوماتية. الواقع الجديد يفرضه الإنسان الجديد. الإنسان الجديد همومه هموم أخرى، طريقة تعامله مع الأمور طرائق مختلفة تماماً، عملية تداخل دول العالم والبيئات المختلفة أوجدت إنساناً آخر له هموم أخرى وله رؤى أخرى وله مشتركات مع الآخرين تفرض أن يكون هنالك واقعاً تعليمياً جديداً. أعتقد أن هذا المعطى أكثر، يعني أكثر مقبولية. لا، أنت معناها أنت يعني ركزت على عنصر معين اللي هو عنصر الإنسان الجديد، لكن ما تقدر تنفي تماماً العنصرين اللي هم نحن هنركز عليهم، مش هنركز عليهم ولكن هم لا تماماً اللي هي التكنولوجيا. نعم أيوة نعم، التكنولوجيا عنصر مهم جداً، وده هنشوف هو ليش أحدث واقع جديد، أحدث نورمال جديد، وليش لازم ناخده في الاعتبار. يعني الآن ده البعدين لهذه التكنولوجيا، يعني التكنولوجيا الآن بتهمنا من ناحيتين، من ناحية أثرها وإفرازها للواقع الجديد، والبعد الآخر كيف نستفيد منها في الواقع الجديد. يعني هي كيف أفرزت واقع جديد؟ ممكن نمشي معاكم يا دكتور شوية في التقنية وكيف إنها أحدثت واقع جديد. الحقيقة أنا عندي مداخلة برضو. تفضل دكتورة سعاد. أنا بفتكر برضو هو ما هسي بقت في حاجة لاستعمال التكنولوجيا. يعني نحن مثلا عندنا في جامعة الأحفاد كان البرنامج بتاعنا بيستمر لغاية ما نخلص آخر خمسة، أو للأسف للحالة الحاصلة ومع الكورونا وقف البرنامج. نحن عشان الكاليندر بتاعنا وما عارف إنه حيجيب لمتين، يعني ما في هسي في الوقت الحالي كونتاكت مع الستودنس، فعشان نقدر نتصور أنا بفتكر بقى استعمال التكنولوجيا بقت حاجة ضرورية في الطب بالذات للحاجات الما كلينيكال الما براكتيكال. يعني يعني انت الان الان عملت على الجانب بتاع الاستفاده من التقنيات المتاحه، وده حنتطرق له بتفصيل شويه، وكلامك مضبوط. لكن كان سؤالي انه ليه التقنيه اوجدت واقع جديد؟ كيف اوجدت واقع جديد الذي احنا الان مضطرين نتعامل مع هذا الواقع الجديد؟ لانه عندها التقنيه عندها اثار مختلفه، في اثار سلبيه وفي اثار. انت الان تكلمت عن اوبورتونيتي، الفرصه اللي بتتيحها. سؤال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، المدرس المساعد من العراق، جامعه تكريت، كليه الاداب. أهلاً. انا اتشرف انضمام معكم في هذه الورشه. مرحبا. هذه الورشه مفيده وتكون فيها فائده كبيره جدا ان شاء الله تعالى. طيب افتكر الان اظن يا محمد نبدا أبروف. نبدا سؤال سؤال صعب جدا أبروف طبعا. نبدا بيك توريه. لانه ده واقع فرض يا أبروف، و الواقع يعني يمكن الواقع فرض، والواقع غير قناعات كثيره جدا، كان يعني كراسخ لسنوات طويله جدا. يعني انت تقصد الواقع الجديد؟ الواقع الجديد ايوه. وممكن نقول انه يعني بتبسيط شديد نحن بنحتاج نخرج من منطقه الراحه بتاعتنا الكومفورت زون. بنخرج الى لافاق جديده. يعني نتكلم as educators، و
بيتطلب مننا نتعلم حاجات جديدة ما كنا بنعرف نعملها مع بعض، وبيتطلب مننا معرفة ودراية بالتغيير اللي هو الآن فرض علينا بروف. الآن أنا قاطعك معليش، نحن تقدير زي بنقول بدنا نخليها في الجود ايدياز باسكت، جايين بعدين نحن ايوه كويس اننا نحن محتاجين نعمل ايه لمجتمعات وللاستعداد لهذا الواقع الجديد. ايوه بالله نبدا على بركه الله. خليني انا ابدا في الباوربوينت بتاعي. اول حاجه انا هتكلم عن 6 مجالات. في الاول اللي بديت ادرس فيه معاكم دي اللي هو الواقع الجديد، وما هو هذا الواقع الجديد، ماذا نقصد بالواقع الجديد، اللي هو بالمناسبة إذا عملت جوجلينج للمصطلح باللغة العربية هو معنى واحد، ولكن بالإنجليزي يستخدم مصطلحين الآن، والآن في كل الوسائط وفي كل قنوات الفضائية إما بيستخدموا the new reality أو بيستخدموا the new normal. بيتكلموا عن الرياليتي كواقع نعيش فيه، أما the new normal كواقع نحن مضطرين للتكيف معه. The new normal. النورمال يعني معناها بيقولوا لك الآن النورمال اللي أنت متعود عليه اللي دكتور محمد حسن سماه الكمفورت زون دي خلاص أنساه. فدارين نعرف الواقع الجديد دي، ويمكن نأخذ وقت طويل شوية في تعريف الواقع الجديد، لكن بعدها بقى بنمشي لأنه الأشياء اللي بتحتاج نغيرها في مجال العمل بالنسبة لنا في الجامعات المنسوبين حقين الجامعات المنسوبين كلهم اللي هم القيادات بعضها التدريس والإداريين والموظفين والطلبة ديل إيه التغيرات المحتاجين نحن نخطط لها ونستعد لها. هل بنضطر لأسلوب جديد في التعليم نفسه، التعليم الجامعي أن إحنا كنا هو حسن ما هو الكمفورت زون، لكن هو الموروث اللي ورثناه وما حدثنا عليه تغيرات كبيرة رغم التغيرات اللي بتدور من حولنا في كل مكان في مجال التعليم والتعليم الجامعي على وصف الخصوص. فهل نحن الآن هذا الواقع الجديد حيفرض علينا نمشي في اتجاه استخدام الأساليب الجديدة المصروحة في مجال التعليم لأزمن ونحن كنا يعني متجاهلين، الآن هل الواقع الجديد بيفرض علينا التعامل مع هذه الأساليب المصروحة في مجال التعليم ولا لا؟ هل بنحتاج نعدل الجداول بتاعتنا من الجداول التقليدية اللي نحن بنعملها ورثناها وجست في كل سنة بس بنغير محتوى الجداول والجداول ثابتة زي ما هي؟ وأخيراً ما هي الاحتياجات اللي بنحتاجها؟ يعني هل بنحتاج احتياجات كبيرة عشان نتعامل مع هذا الواقع الجديد ولا لا؟ فنبدأ بمصطلح الواقع الجديد The New Reality أو The New Normal. الواقع الجديد الدكتور صالح تطرق لجانب من جوانبه، جانب مهم جدا، لكن الجانب ده خلقته معطيات. يعني الإنسان الجديد اللي بيطلعه الدكتور صالح هو نتاج للثلاثة مجالات اللي أنا هتكلم عنها. الأولى أول حاجة الواقع الجديد الآن، مش الواقع الجديد من أول، يعني الآن العالم كله يتحدث عن أنه هذه الكورونا أظنها حتمشي قريب، يعني وهي هذه الكورونا حتظل موجودة لأمد، والأمد دي ما زال غير معلوم، ما بنقدر نحدده الآن. فبقوا يعني تطلع بوستات وبوسترات من هذا النوع The new normal, what is next، وبيجيبوا فيه هذه الكورونا. التحدي الآن برضو ماثل، وكل الدول الآن struggling في الموضوع دي، يعني موضوع الموازنة بين الصحة والاقتصاد والحرية. لو بتسمعوا الأخبار اليوم في أمريكا في مظاهرات قالوا يا أخي انتوا حجرتوا علينا في بيوتنا ويعني تغولتوا على حريتنا، مفروض تدونا مساحة نتحرك، ان احنا عارفين خلاص في كورونا وفي كل حاجة ومرض وقاتل وتفشي وكل حاجة، لكن كمان ما ممكن تفرضوا علينا الأشياء. فإذا الدول كلها الآن بتناقش وتحاور وإنه كيف يصلوا للموازنة بين الصحة والاقتصاد. الحاجة الثانية اللي برضها بارزة جداً إنه بعد ما مروا 2 3 على هذا الأمر
بدوا الناس يتكلموا عن انه الاقتصاد بدا يتاثر، فكيف نوجد موازنه بين انه نفتح للناس تطلع عشان الاقتصاد، نوقف تدهور الاقتصاد وفي نفس الوقت نراعي. فاذا الامر الان الموازنه بين الصحه والاقتصاد والحريه دي موازنه صعبه، والعالم كله الان شغال عليها. عشان كده بدوا يتحدثوا عن الواقع الجديد بمصطلح نيو نورمال، اللي هم يعني بيفتكروا انه الناس كلها كموظفين كعلماء كباحثين كطلاب كمواطنين شغالين في مجالات مختلفه يبدوا يجهزوا نفسهم لتغيرات يفرضها هذا الواقع الجديد، على اساس انه النورمال اللي كنا عايشين في الاول فيه الان حيتغير. بل ظهرت مؤسسات استشاريه انه انت ممكن تلجا لها، مثلا في مؤسسه اسمها Tomorrow Today Global، دي اللي انت ممكن تتصل عليهم وتقول لهم انا عندي مؤسسه سواء كانت جامعه او شركه او كذا، وانا داير اشوف انتو this changing world، العالم المتغير بسرعه ده، كيف انا اغير الطريقه اللي انا شغال بها لتتلائم مع هذا الواقع الجديد. في شركات زي دي استراتيجي زي بزنس، دي برضه شركات. المهم ظهرت شركات وبدات اغلب المؤسسات تستعد لهذا النيو نورمال اللي هو ما بعد، خلينا نقول ما بعد السيطرة على كورونا، لأنه العبارة اللي أنا بديت بها الشريحة دي إنه الكورونا باقية لأمد غير معلوم، فما نقدر نقول ما بعد الكورونا، لكن نقول ما بعد السيطرة على الكورونا. لازم الناس تبدأ بالاستعداد الآن، لأنه أنا هجيب عبارة وأوريدي الناس بدأت. في عالم وكان رئيس للولايات المتحدة الأمريكية اسمه بنجامين فرانكلين، ده الموجود في الدولار يعني. هذا العالم قال عبارة وأصبحت يعني تتداول، قال by failing to prepare you are preparing to fail. يعني إذا أنت فشلت في الإعداد والتحضير فأنت تعد للفشل. فشلك في الإعداد هو إعداد للفشل. عشان كده المحاضرة دي اليوم أنا داير أحفز الناس وإنهم ما ينتظروا إلى ما بعد السيطرة على كورونا، يبتدوا من الآن يقولوا خلينا نعمل بلان A في هذه الحالة، وعندنا بلان B في هذه الحالة، وعندنا بلان C في هذه الحالة. بعد ما نناقش موضوع الواقع الجديد نفسه نبتدي نتناقش في إنه في مجال التعليم الجامعي بنحتاج نعمل شنو، إيش الأشياء اللي ممكن ندخلها على هذا التعليم. فإذا المطالبة الأولى إنه you keep calm it is the new norm، لكن لازم تبدأ تحضر له. أنا ذكرت قلت في ثلاثة معطيات هي اللي خلقت الإنسان الجديد. هذه المعطيات مهمة جدا وأنا حفصل فيها لأنه أنا درستها دراسة متأنية. في حاجة اسمها عدم موثوقية المعلومة. الأستاذ لما علق قال التقنية والمعلوماتية، هو ده عصر المعلومة أو عصر المعلوماتية أو عصر المعلومات أو عصر المعرفة، ولكن المعرفة فيه عدم موثوقية متفشية، فيه غموض وفي ضعف يقين في المعلومة نفسها. وده الكلام دي ما مش من اليوم، وأنا هوريكم الهيستوري حق عدم الموثوقية، بسموها uncertainty. الحاجة الثانية موضوع التباعد الجسدي، وزي ما ذكرنا الكورونا ممكن تستمر لفترة، وبالتالي ده موضوع قد يظل معانا شوية يعني، فلازم ناخده في الاعتبار. والحاجة الثالثة التقنية زي ما أنا ذكرت للأستاذ إنه دي. فإذا أنا عندي ثلاثة معطيات خلقت واقع جديد. هنشوف عدم الموثوقية كيف نتجت. التباعد الجسدي الناس عارفينه الآن، اللوك داون وما تطلع وما يتجمعوا ناس كثيرين وهكذا. فنبدأ بالـ age of certain. الحقيقة المصطلح دي ما طلع مع كورونا في الشهرين ثلاثة. المصطلح دي موجود has been around من الثمانينات يعني. في كتاب طلع في 1979 كتبه جون كيرث، قال سماه the age of uncertain. وظهرت بعض كتب The Age of Anomaly Managing Uncertainty، والكلام ده يتعاملوا معه ناس البزنس في خلال
الأربعين سنة الفاتت، إنه كيف تتعامل مع واقع أنت المعلومة غير مؤكدة مشكوك فيها. طيب ليش المعلومة ليه هي ما موثوق فيها في الخمسين سنة الفاتت؟ لأنه في تقاطع في التوجهات والأهواء، تقاطع التوجهات والأهواء بخلي الناس تمدك بمعلومات حسب توجهاتها وأهواءها. فعندنا العلماء وعندنا السياسيين وعندنا رجال المال اقتصاديين وبزنسمين وشركات وكذا، عندنا الإعلاميين وعندنا الناس العوام. الخمسة عناصر ديل، كل واحد من هذه العناصر ساهم في خلق ضعف اليقين لي. عارفين انتو ظهر علماء كتار في النهاية اتضع انهم كذبوا فيما كتبوا يعني، وكذبوا فيما قالوا عملنا أبحاث ولقينا ولقينا، واتضع انهم كذابين يعني. وإن كان هم دورهم الإيجابي أكبر بكثير، نحن لا ننكر دور العلماء وأهميتهم في موضوع المعرفة والمعلومات يعني. العلماء مهمين جداً بتخصصاتهم المختلفة. عندنا السياسيين، السياسيين بيجيروا المعلومات لتناسب تطلعاتهم السياسية وتوجهاتهم السياسية وأهواهم السياسية، ده كلام ما فيه جدل معروف يعني. عندنا رجال المال أيضاً سواء كانوا اقتصاديين أو بيزنسمن أو شركات كبيرة مالتي ناشونال أو غيره أو صغيرة، كلهم المعلومة اللي بتطلع منهم موجهة في اتجاه إنهم في النهاية يحققوا الأرباح. عندنا الإعلاميين وعندنا كثير من العوام، والعوام يا جماعة أقصد الناس غير هؤلاء، ديل كمان عندهم دور ودور كمان في مرات إيجابي ومرات سلبي. جاء هنا دور التقنية وأثر السلب. الآن نحن شاكرين جداً لشركة زوم وشاكرين جداً لفيسبوك لأنه أتاحوا لنا فرصة للتواصل الإيجابي، لكن هذا لا 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 يمنع إنه نذكر إنه هذه الوسائل كان عندها دور كبير جداً 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 في خلق هذه عندها دور. ليه؟ لأنه العلماء والسياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين والعوام استغلوا سهولة استغلال هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي لبث معلومات مغلوطة كثيرة جدا جدا جدا. يعني في دراسة عملت للإنترنت قالوا يعني وجدوا إنه 92% من المعلومة الموجودة أونلاين، أنا أتكلم عن الوسائل فقط، أونلاين لقوها إيرونيوس in one way or the other، يعني فيها خطأ إما في مكان أو آخر، مع إنها هي الآن أصبحت من المصادر الكبيرة جدا والرئيسية ورغم دورها الكبير والإيجابي، لكن أنا الآن أتحدث عن دور السلبي في خلق هذا الـ age of uncertainty، يعني معلومة ما مؤكدة. أتاحت فرصة هذه الوسائط، أتاحت فرص كبيرة جدا للتشكيك، اللي حاب يشكك ممكن يشكك، ممكن يعمل نظريات مؤامرة ويبثها ويدعمها وكذا، ممكن يفبرك، والفبرك الآن أصبحت يعني مجال كبير جدا جدا مستخدم بواسطة الجهات اللي ذكرتها أعلام. في حاجة اسمها النشر الموجه، وده أيضا استغلال لوسائل التواصل الاجتماعي لخلق هذه الربكة من التشكيك والتضليل. الكلام ده قاعد يتم عبر نشطاء بسموهم الانفلونسرز او الاكتيفيست اللي هو السوشيال ميديا اكتيفيست، وفي طبعا عارفين انتم المصطلحين ديل اللي هم الذباب الالكتروني والدياي الالكتروني، ديل مجموعات مجيرة لخدمة بعض السياسيين ورجال الاعمال، وبكونوا مراقبين الانترنت وبيردوا وبينشروا اشياء وكذا. أنا ذكرت الأشياء دي كلها عشان أقول إنه هذه الأشياء ساهمت على في خلق جو يسمى the age of uncertainty أو عصر ضعف اليقين والموثوقية. أو في دار أديكم معلومة غدا، في واحد يعرف الأخ اللي ظهر في الشاشة؟ عندكم فكرة مين ده؟ ده أخ يمني اسمه هاشم الغيلي،
هاشم الغيلي دي درس بايوتكنولوجي عمل فيها ماجستير في ألمانيا وبدأ يدرس للدكتوراه، لكن بعد كده هو توجه لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن توجه بتوجه إيجابي يبسط المعرفة الصعبة تبسيط جميل جدا جدا، وأنتج كمية من الهناي وأصبح زي ما سموه هاشم الغيلي The Science Superstar. هاشم دي في وسائل التواصل الاجتماعي عنده 31 مليون متابعة، يعني الفولورز حقينه 31 مليون. الأشياء اللي قاعد يخليها في وسائل التواصل الاجتماعي حصلت 11 مليار مشاهد. فإذا ممكن شخص واحد فقط يكون عنده متابعين ومشاهدين لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي حاجة خيالية. فرغم إيجابيتها هذه الوسائل يعني أوجدت بيئة لبث التشكيك وبث التضليل، وخلت الآن المعلومة اللي نحن كنا بنعتمد عليها في اتخاذ القرارات بقت مشكوك في أمرها. أنا بوريكم واحدة بس من المنتجات حقت أخونا هاشم دي. ومنتجاته رائعة جدا وعنده متابعين، لكن ممكن من خلاله يبص أي حاجة، يقول أي حاجة، يقول أي كلام، لأنه الناس اللي متابعينه ذيل 31 مليون قد ما يكون عندهم المقدرة على التحقق من الأشياء ولا إجراء البحوث العلمية، وده عدد كبير جدا من المتابعين ومن المتابعين. فإذا دي النقطة الأولى اللي أنا حبيت أتكلم عنها اللي هي The Age of Uncertainty، وهنشوف ده علاقته شنو بالواقع الجديد. طيب في بعض الأشياء اللي بثت في وسائل التواصل الاجتماعي وجدت بعض القبول. عندنا احنا في الناس اللي حاضرين معانا من الحقل الصحي نشر في الوسائط وفي الميديا عموما وكتب يعني، فنشروا أشياء ووجدت التقبل وبدأ الناس يعني يقول لهم أي كلام يرجعوك ل ما نشر يعني. مثلا في مفهوم اسمه ترويج المرض disease mongering، ده اتهموا به شركات الأدوية إنها بتشتغل بطريقة مرتبة جدا في إنه تخوف العالم من مرض معين عشان تسوق للأدوية حقتها. وده الكلام ده يعني الكتاب اتكتب افتكر في 2005، في كتاب اتكتب عن الديزيز مونجرينج اسمه سيلينج سيكنس. الكتاب ده عمل دوشة شديدة جدا، وبل في ناس كتار جدا بدوا يتحدثوا عن الأدوية الحافظة للدهون، لا ده كلام مشكوك وده كلام استخدم فيه أسلوب الديزيز مونجرينج وما إليه. فبدت إذن الأشياء اللي تنشر في الوسائط بدت تؤثر حتى في الحقل الصحي وفي الحقل الصحي. الراجل اللي كتب الكتاب اسمه ري موينيهان، كتب كتاب اسمه سيلينج سيكنس، وبعده طلع كتاب آخر قال سام دكتورز ماثيو سيك وهكذا. قبل كده في سنة 71 في بروفيسور بريطاني كتب كتاب برضو عمل هزة اسمه Effectiveness and Efficiency، الفاعلية والكفاءة. هذا الكتاب هو شكك فيه، مش شكك يعني، قال الأطباء الممارسين في الحقل الصحي القرارات اللي بيتخذوها ما بيعتمدوا فيها على معلومة مؤكدة، ما بيعتمدوا على معلومة مؤكدة. وبالمناسبة البروفيسور ده اسمه أركيبالد كوكرين، وهذا الكوكرين من آباء الحركة اللي بعد كده ظهرت اسمها التطبيب المبني على البرهان Evidence Based Medicine، وظهر بعض Evidence Based Practice. فده دي يعني ده طلعت قبل موضوع الديزيز مونجرينج والسيلينج أوف سيكنس اللي هو بيع المرض. الأشياء دي وآثارها تم استغلالها بواسطة السياسيين ورجال الأعمال لدعم توجهاتهم وأغراضهم.
وقاموا حشدوا لها إمكانيات وخطط وآليات مثل الذباب الإلكتروني أو الشباب اللي يكونوا مستهدفين الناس عبر الوسائط. برضو ناشطوا وسائط التواصل ومروجون نظريات المؤامرة، عقدوا المشهد بتاع ضعف اليقين دي زيادة، وخلقوا بيئة بتاعت شك كبير جدا في المعلوم. طيب دي المقدمة بتاعت الواقع القامض وضعف اليقين. الكلام ده لو علاقة شنو بالوضع الحالي؟ طيب الآن أنا هعمل لكم قائمة بمواضيع خاصة بالكورونا، نشوف إلى أي مدى الناس متأكدة منها. يعني نمرة واحد، أصل ومصدر الفيروس اللي هو سارس كوفي 2 ده، يعني من وين الفيروس في رأيكم؟ يعني نديكم فرصة دقيقتين تعلق. حسب اللي بتسمعوه الآن، ما هو مصدر هذا الفيروس؟ هل الصينيين يعني؟ هل السوق الويت في ماركت في ووهان؟ هل اللاب بتاع ووهان بتاع الفيرولوجي؟ من وين؟ من أمريكا ولا من وين؟ يعني هتلقى كلام في هذا الاتجاه وكلام في ذلك الاتجاه. شايف أبو بكر الطيب قال من ووهان، الصين ووهان، برضو أمل قالت من ووهان. كيف عرفت يا أمل وكيف يا أبو بكر؟ يا أبو بكر الطيب عرفت كيف من ووهان؟ كيف المعلومة إذا أكدت منها؟ كيف كلام ترامب يعني؟ حسب كلام الميديا. وكلام الميديا نفسه في كلام في نفس الميديا يدافع ويقول ويشكك وهكذا. اذا المعلوم طيب. اول كيسز بس يا بروخ، اول كيسز ظهرت كانت في ووهان. اول كيسز ظهرت اعلاميا في ووهان، صح. حتى الامريكان الاسبوع اللي قبل الفات قالوا في ناس ماتوا في واحده من الولايات غير نيويورك، هم معتبروا القصه بدت في نيويورك ونيويورك وماتوا في جانيوري، بينما بتاع نيويورك بدوا في مارس. قالوا اذا يا جماعه، الجماعه بتاع الولايه الثانيه دي ميبي كانوا عيانين بالكورونا دي قبل موضوع نيويورك، ويبقى القصه بتاع الدخول الكورونا من. فاذا ذا بوينت انه ما بتقدر تتاكد من موضوع اصل ومصدر الفيروس. طيب هذا الفيروس كيف ينتقل وينتشر؟ والفئات المتاثره به هي ياتوا فئات. في البدايه قالوا الدروبلتس الكبيره، ثاني اليابانيين قالوا لا برضه المايكرو دروبلتس. الفئات قالوا الناس اللي عندهم كورونيك ديزيز والناس الفيري اول، ثاني بعد شويه لا. فاذا برضه كيف ينتقل وينتشر والفئات المتاثره؟ حصل فيها كلام وما زال لم يستقر. طيب الباثوفيزيولوجي، الناس اللي في المجال الصحي، كيف بيسبب المرض؟ يعني بيدخل وين في الاول؟ هم في الاول قالوا don't touch your face، العيون، الانف، الحلق كده. بعدين كيف من العيون حيوصل للحلق؟ كيف حيوصل للرئتين؟ كيف بعد يسبب المرض؟ الكلام في اوراق علميه طلعت، وفي كلام طلع ثاني قال لا ما بالضروره. في اطباء بتاعين جهاز تنفسي قالوا الاعراض اللي نحن شايفينها دي ما مانيمونيا. ايوه، وانه لقينا جلطات والتجلط والايميونولوجي وكلام. فاذا الدم والجنس يعمل انسداد هنا وهناك، وفي جلطات وناس جو بستروك وجو باشياء في الدماغ وكذا. فبرضه كيف يسبب المرض؟ الى الان في كلام من هنا وكلام من هنا. كيف الناس بتموت؟ بالجلطات ولا بالفشل التنفسي ولا بالأمراض المزمنة اللي عندهم من أول يعني؟ أفتكر من الحاجة ظهرت أفتكر من الحاجة ظهرت إنه الناس اللي عندهم low immunity، أيوة، هم highly prone لأنه الانفكشن عندهم ديث وكده. طيب لكن بيموتوا كيف؟ الكاردياك بروبلم اكثر حاجه، الهارت. طيب وفي ناس لا، في ناس بيعتبروهم ماتوا بأورجان فيليا، في ناس مقدار ماتوا برينال فيليا، في ناس ماتوا بستروكس. فاذا انا البوينت بتاعتي، انا ما داير اناقش الكورونا ككورونا، ما في سيرتينتي. قصدك ما في سيرتينتي؟ ما في سيرتينتي، نعم صحيح.
الأعراض وكيف فحوصات يا فحوصات هسه بالمناسبة بيستعطوا يا فحوصات يعني الناس what do they use السي بي سي والليمفوبينيا أيوة يعني ردايل لا ردايل حاجة more specific بي سي آر البي سي آر عشان البوزيتيف بي سي آر حتى البي سي آر ادخل اكتب آر تي بي سي آر اكتب في يوتيوب لاقي هتلقي كلام ينسفوا لك يقول لك ده أفضل ما ده كلام نانس بس يقول لك ده كلام بطريقة جنتك مديرية الموجودة لكن ما بالضروري يثبت لك ويقول لك 80% إذا نقطتي الآن إنه الفحوصات ودقة في التشخيص يا بعد إذنك يا بروف بعد إذنك في الحتة دي تحديدا اللي هو في الدايكنوزس عندنا عندنا الريل تايم بي سي ار هو افضل تكنيك للفحص عندنا بالنسبه للكورونا يعني او للكوفيد 19 في بعض الفحوصات الثانيه اللي هي الاميونيتي لكن التشيكابل الافضل دائما عندنا هي الريل تايم بي سي ار طيب كم ال 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 اللايكلي بتاع البوزيتيفيتي وبتاع النيجاتيف في فولس بوزيتيف ولا ما فيه ايوه بقوله وفي فولس نيجاتيف ولا ما فيه وقدر شنو صح الثاني بتاع الانتيبوديز بيعرف لك مدى الانتشار ما باكد لك الشخص ولا ما عنده لكن ممكن يقول لك كان يتعرض قبل كده للفيروس المهم بيديك مؤشرات ولكنه it's not quite diagnosed. بس يا بروف معليش يعني هنا الحته دي تحديدا اللي هي بتاعت الانتيبودي اللي هي الانتيبودي عندنا احنا ما بتظهر الا بعد ما يحصل انه الفيروس يحصل انفكشن ويبدا الجهاز المناعي يتعرف عليه صحيح. يعني بعد زي ما بقول اهلنا بعد خراب مالطا بالضبط كده هي افضل بيديك مدى الانتشار ايوه اذا الشخص اللي انت فحصته لده هو ذاته أيوة. كويس ومناعته كويس عشان كده لقيت الانتي بوديز يعني فاذا ما لكن ما معلش يا برو فينا انت اذا انت اعتمدت حتقول لي كسيرولوجي يعني الاعتماد أيوة. بتاعنا عنده انه انا اعتمد عليه انه على اللي هو الكشف واضح لحد الان طبعا الى الان في جدل في الحته دي كثير جدا لكن يمكن دي النقطه اللي انا دايره اصليها في جدل أيوة. هي دل تمام العفو معلش ما في الاي جي ام والاي جي جي وانت ممكن ده يكون بوزيتيف ده يكون يعني يعني ستيل ما في حاجه 100% ديفينيت يعني انت معلش 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 يا دكتوره معلش يا دكتوره هنا الحته دي هنا تحديدا الحتة دي هنا إنه أنا عشان أنا أعتمد على كأنتيجين أو أعتمد على إنه كسيرولوجي إلا بعد خراب مالطة الأفضل إحنا عندنا بالنسبة لنا إحنا بنشتغل على اللي هو على 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 سينسيتيف نانو نانو نانوميتر يعني عندنا أنا باخد حاجة اللي هي أنت أقول لك إيش يعني حاجة صغيرة اللي هو كبروتين أنا أو كنيوكليس سوري أنا بعتمد على البي سي آر هو أفضل نتيجة الآن بتظهر فيها بعدها اللي هو عندك الكشف اللي هو بتاع السي تي والسي بي سي برضو دكتور هي قاعد برضو سي بي سي والليمفوبينيا هو طبعا يا بروف بس اللي بيقولوا التشاش التشاش في بلد العمي شوف التشاش في بلد العمي شوف خلوني اختم شنو اختم الشريحه اللي انا دارس له انه المعلومه لانها انسرتن لانه فيها نقاش يبقى موضوع الكورونا ده is here to stay for some time دي نقطتي اصلا في النهايه انا ما موضوعي من الكورونا ذاتها انا موضوعي تاثر هذا المجتمع الجامعي والتعليم بالوضع الراهن الواقع الحالي حتى الكورونا ابرزته لكن انا في الشريحه اللي فاتت قلت لكم the age of uncertainty بدا قبل 40 سنه
إنه المعلومة غير مؤكدة. سنة 71 لورد كوكرين قال في الطب المعلومات اللي استخدموها الأطباء كلها غير مؤكدة، والمنشور قال 92% من المنشور في هناك الأبحاث اللي دعمت الطريقة اللي دعمت بها الأبحاث ما بتجيب النتائج الموثوقة يعني. فإذا أنا ده أصل لموضوع الأنسرتينتي، أثره شنو؟ أثره شنو؟ حتى في واحدة طبعا أصلا هي ضد الجوشي بتاع أمريكا دي، وهي من زمان بتكتب كتب ضده يعني كده، طلعت كتاب جديد سمته The Plague of Corruption، يعني شككتنا زيادة في المعلومات اللي بتطلع. يعني أصلا أنت لو يقولوا لنا خلاص سمحوا بالريمديزيفير ولا سمحوا بكده ولا بدوا يعملوا بكده ولا في بدوا لقاح جديد، هي بدأت تشكك حتى في الأشياء اللي بتطلع من المؤسسات العلمية. طلعت الكتاب ده قبل أسبوع كده سمته The Plague of Corruption، شككتنا زيادة يعني إنه حتى يا ما حتى ناس الببليك هيلث الكلام بيقولوا ما تعتمدوا عليهم. My point إنه هذه البيج كويشن ماركس بتخلينا نقول كورونا دي ما معروف تمشي لتين، صح؟ ما معروف تمشي لتين. وعليه موضوع التباعد الجسدي سيظل، موضوع الإجراءات الاحترازية سيظل. عشان كده أنا جبت موضوع الأنسرتينتي، أنا ما جبته كأحد من المعطيات الأساسية. معلش يا دكتور. أتفضل. معلش يا دكتور. منو بيتكلم مع منو ده الموضوع؟ معلش يا دكتور. على حسب ناس كلام الببليك هيلث إنه يعني انتصار. أهلاً انتظار، تفضل. على حسب كلام ناس الببليك هيلث يعني إنه الفيروس إنه الفيروس ده ما حينتهي إلا إحنا نكتشف علاج أو نكتشف لقاح. صحيح صحيح. لكن أنت لو شفت ال 8 أشياء اللي أنا كاتبة لك في الشاشة دي، إنه إلى الآن 8 دي كلهم في ناس بيقولوا كده وفي ناس بيقولوا كده. منها أنجع الطرق في المقاومة والسيطرة، العلاجات وما هي مدى فعاليتها ومأمونيتها. في ناس بيقولوا وفي ناس بيقولوا، تسمع ناس يقولوا لك الثاني حاصل وحاصل. فإذا في uncertainty، this is my point، إنه في uncertainty، uncertainty خلق أيوة. لازم نتعامل مع هذا الواقع. ناس الببليك أيوة أنا معك إنه هي في حدات كثيرة uncertainty. يعني احنا مبارح كنا في ميتنج اونلاين برضه بتاع الناس الببليك هاف، ان الحاجه دي ما حتحصل الا يحصل الاثنين اللي انا قلتهم دول، انه الزول يا هو يعني القعلاج يعني لقاح. وهسي في شركه اسمها طلعت